حلقة جديدة من البرنامج الوثائقي عن الأوبئة. معكم أليكس شهرة. اليوم سنتكلم عن الأوبئة بعد الحرب العالمية الأولى حتى الزمن الحديث. سنة 1918 فيروس H1N1 الإنفلونزا الإسبانية معروف كسبانيش فلو التي دامت من السنة 1918 إلى السنة 1920. مرض الإيبولا الذي دائما بين السنة 2014 والسنة 2016، والفيروس الحديث الذي هو الفيروس الكورونا أو COVID-19 الذي هو سنة 2020. إذا اضطريت تطلع من البيت ما تنسى كفوفك وماسكك. والآن سنبدأ بفيروس H1N1. كانت جائحة الإنفلونزا عام 1918 أشد جائحة في التاريخ الحديث، وكان سببه فيروس H1N1 مع جينات من أصل الطيور. على الرغم من عدم وجود إجماع عالمي بشأن مصدر الفيروس، إلا أنه انتشر في جميع أنحاء العالم خلال سنة 1918 وسنة 1919. في الولايات المتحدة تم التعرف عليه لأول مرة في الأفراد العسكريين في ربيع عام 1918، ويقدر أن حوالي 500 مليون شخص أو ثلث سكان العالم أصيبوا بهذا الفيروس. والآن سوف ننتقل إلى الفيروس الثاني الذي هو الإنفلونزا الإسبانية أو Spanish Flu، والذي حصل تقريبا في نفس الوقت من H1N1. اجتاح العالم ما بين سنة 1918 و 1920، وبقى عرف بالإنفلونزا الإسبانية أو Spanish Flu. وقع على حياته ما يقدر نحو 500 مليون شخص من البحار الجنوبية إلى القطب الشمالي، مما هدد بعض المجتمعات بالانقراض. ويقدر عدد الوفيات ما بين 20 إلى 50 مليون شخص. ساعد في انتشاره الظروف الصعبة للجنوب وسوء التغذية في زمن الحرب التي عانى منها كثير من الناس خلال الحرب العالمية الأولى. على الرغم من اسم هذا الوباء، وحسب الدراسات من المحتمل أنه لم يبدأ في إسبانيا. والآن سوف ننتقل إلى المرض الثالث الذي هو مرض الإيبولا. دمر فيروس إيبولا غرب أفريقيا بين عامي 2014 و 2016، وحيث تم الإبلاغ عن 28,600 حالة، وقضى منهم 11,325 شخصا. تم الإبلاغ عن أول حالة في غينيا في كانون الأول 2013، ثم انتقل المرض بسرعة إلى ليبيريا وسيراليون. حتى اليوم لا يوجد علاج لإيبولا، على الرغم من استمرار الجهود المبذولة لإيجاد لقاح. أما أولى حالات إيبولا المعروفة فقد وقعت في السودان وجمهورية كونغو الديمقراطية في عام 1976، ومن الممكن أن يكون مصدره من الخفافيش. خليك بالبيت أحسن ما تلقى فيروس الكورونا. والآن سوف ننتقل إلى آخر فيروس الذي هو فيروس الكورونا. مرض الكورونا المعروف بكوفيد-19 هو مرض معدي وفتاك اجتاح العالم في بداية عام 2020، وحسب آخر إحصاءات حوالي 3,550,000 شخص أصيبوا به، وتوفي منهم حوالي 250,000 شخص، وتعافى منه حوالي 1,150,000 شخص. يعاني معظم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من أعراض تنفسية، ومنها خفيفة إلى متوسطة، وإجمالا يتعافون منها دون حاجة إلى علاج خاص. القوية والقاتلة أحيانا إذا لم ينل المصاب العلاج المناسب. أكثر الأشخاص المهددين بهذا الفيروس هم كبار السن
ومن يعانون من مشاكل طبية مزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسرطان. وحسب الدراسات المخبرية فإن فيروس الكورونا ينتشر وينتقل بشكل أساسي من خلال الرذاذ المتطاير من الفم والأنف عند السعال والعطس من قبل الشخص المصاب. وقد أدى هذا الوباء إلى شل العالم اقتصاديا واجتماعيا، وبسبب إغلاق المفروض من قبل جميع الدول للحد من الانتشار. أخيرا وحتى اليوم لم يوجد العلماء العلاج للقضاء نهائيا على هذا الوباء. شكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.